يا ورابي يا كان شايفه قدامي ان الكلى سليمه، تحقيق البول برضه كويس، وظائف الكلى مفيهاش اي حاجه. طب امال المغص اللي جالي فجاه ده ايه؟ كانها بالظبط سكينه دخلت في جنبي. بس انا شايف ان حضرتك سليم، غالبا اللي حصل ده نتيجه كرامب في العضله،
بقول لحضرتك انها سكينه. بس حاجة بتوصفه دوت دي حاجه مغص كلوي بتحصل نتيجه انقباض في الاوعيه الدمويه للكلى، بس انا شايفه قدامي ان الكلى سليمه. باي حال الحقنه مسكنه جدتك غير ما هتجيب مفعول كمان شويه. شكر. صباح الخير يا معتز بيه. صباح النور، في حاجة؟ ربنا ما يوقعك في دقيقة. خد. لا لا أنا مش عايزة فلوس، أنا عايزة أشتغل. لو ما عندكش حد. تعالى يا مؤيمن. هو انت اسمك ايه غير مؤيمن يعني؟ اسمي بدريه. طب تعالى بدريه. المطبخ عندك هنا. في اكل اعمله لك في الثلاجه؟ اعمل اللي انت عايزاه، انا هطلع انام وصحيني قبل ما تمشي. من عينيا يا بيه. العروسة سخنت في ايديا، دراعها اتحرك، انا حسيت انها تتكلم وفجأة راحت نطت من ايديا. بيخوفك، بيرعبك، كان قاصد يشوف نظرة الرعب في عينيكي عشان يحس انه ملكك ويقدر يسيطر عليكي. لا 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 لا، العروسة دبت فيها الروح. انت اللي بخوفك ورعشتك تهيألك ان العروسة اتحركت. انا من ساعتها وانا مش قادرة امسك اعصابي. انت ايه اللي وداكي اصلا؟ هو انا في ايه اللي وداني عند شمس؟ ايوه رحت ليه لشمس؟ انا حره، انا جايباك هنا دلوقتي عشان تقولي العروسه اتحركت ازاي في ايديا. شمس هيدمرك، مش هيقبلك غير عبد رغباته واوامره. شمس يملك قوه غير مرئيه. بجد؟ يعني انت اللي بتملك قوه مرئيه؟ ما انتوا الاتنين زي بعض. على الاقل هو واحد شاريني، مش انت اللي بايعني. أنا لسه بحبك يا جرمين، مش قادر أعيش من غيرك، بس لما هتكسريني يبقى أنا مش في حسبتك. العروسة اللي مسكتيها دي هي أنتي، وأنتي اللي اتهزيتي ورميتيها، وشمس كان بيختبرك، لكي خايبة، لعبة حلوة يلعب بيها ويرميها وقت ما يحب، بس المرة الجاية أنتي اللي هتجيلي لحد عندي يا جرمين، وساعتها بس هتعرفي مين فينا اللي أقوى، أنا ولا شمس.
انت بتقطعي سلطه للقطط. اختي اسكتي بقى. بيت العروسه دي لبستها حلو بس يا ساتر شكلها يغم. قمر هي اللي اختارتها. انت عارفه بقى بنتي لما دماغها تربس في حاجه طالعه لامها. عارفه يا اختي عارفه، ما هي دبستني في ورا بيه بتاع الست حسنين. بقول لك يا صفيه، انت شكلك يا بنت هيبقى انتيكه، هيبقى مسخره وانت لابسه كده الجلابيه السكري وحاطه الطربوش الاحمر وماسكه في ايدك السجاره. خوفي يا اختي لا مش يخلع ويورى بيه ده هو اللي يشرف. لا بقول لك ايه، كلام قبلتي حسنات ما ينزلش الارض ابدا، واعملي حسابك ان احنا نروح لها بكره عشان نعرف الطلبات ايه. لا بكره لا، شمس جايه عشان الواد. بقول لك ايه يا سندس، اقعدي معايا يا اختي، انت اللي عارفه لغتهم. ماشي يا اختي، ما انا ما اقدرش اسيبك. اسكتي، مش الواد مغربي خارج بكره؟ روماني قابلني وقال لي. بجد والنبي؟ اه والله. طب الحمد لله يا رب، يا رب كملها على خير للناس كلها. وهدي معتز، وقف لي ولاد الحلال يا رب. يوقف لنا يا اختي احنا ولاد الحلال ويشيل العكوسات من سكتنا. بقول لك يا صفيه، يكونش يا اختي احنا اللي وشنا فقر على الرجاله ولا حاجه؟ الله اكبر، احنا فستنا يا بنت ابيض وذهبنا 24 قيراط، هم اللي سكتهم ملولوه ورجليهم بتلف حوالين بعضهم. صح يا بنت، احنا زي الفل. ايه السلطه دي يا بنت؟ حد يقطع الطماطم كده؟ يا اختي تؤمر بحاجة تانية يا معتز بيه؟ شكراً المهم. أنت مش ناوي تجيب بواب للفيلا ولا إيه؟ هجيب مصطفى. أنت بتجمعهم يا معتز؟ ومؤيمن، بعدين مصطفى. ناوي تجيب مين تاني؟ خلي بالك عشان ممكن يكون الضابط هلال هو اللي بعتها لك. خير يا صابر، في حاجة؟ أبوك قال لي على موضوع زيارة المقابر بالليل بتاعك. والله؟ طيب غير الموضوع بقى، قول لي إيه رأيك في الفيلا؟ حلوة الفيلا، بس موضوع المقابر بالليل ده يا معتز، كنت بزور أمي ولقيت إيه هناك؟ لقيت اللي مش هحكيهولك يا صابر، وريت كل واحد فينا يخليه في حاله. ركز مع نفسك أنت شوية بقى، ركز مع جلابيه ابوك والدم اللي عليها، ركز في الطار يا اخي. او اقول لك ركز مع جرمين اللي راح تتجوز شمس عشان تغيظك وتنتقم منك، وسيبني انا في حالي يا صابر. مش هطلع، روحي قولي له ان انا مش عايزه اشوفه. لا يا مدام مش هقدر اقول له كده. احسن، انا اللي هطلع. كل العذر لك وكل الاعتذار مني، انا اسف يا جرمين. ليك الدلال وده حقك، وليا ان افضل اخبط على بابك حتى لو تمنعت سنين. الورد اللي انت جايبهولي ده هيسخن ويتحرك وينط من ايديا زي العروسة؟ الورد تحركه نسمة الشوق من حبيب لحبيب، ويتنفس ويرتوي من ماء ايديك المعطر إذا قبلتيه. طب وإذا ما قبلتوش؟ هفضل أجيب لك ورد ورا ورد ورا ورد لحد ما يمتلئ بيتك ويتحول إلى بستان يشهد على اعتذاري وندمي. شمس، هو العروسه الهباب اللي انت اديتهالي ديت بجد هي سخنت في ايديا ونطت يعني، ولا انا بيتهيألي؟ بيتهيألك، ده انا اللي اوهمتك. انت بتكذب عليا. انا ممكن اكون كذاب وممكن اكون صادق في حكايه العروسه دي، لكن في حبك اكيد صادق. بس انا كده خايف منك. أنا أوعدك مهما لحيتي مش هخليكي تعرفي أي حاجة عن شغلي، بس ما تنسيش أنت اللي لحيتي.
اسمحي لي. تعرف واحدة اسمها عيشة؟ مين عيشة دي؟ اوعى تكون العفريتة بتاعتك. لا، عيشة ما طلعتش بتاعت هنا. ماشي، خرف خرف خرف. امال بتاعت مين؟ تقدر تقول لي ايه اللي بيخليها تروح المدافن بتاعتنا؟ ايه اللي يخليها تزورها برمي؟ الصورة دي وصلتك ازاي؟ الصورة دي أنا اللي مصورها، كانت مكتوبة على حيط المدفن. شحاتة التربي بيقول إن في واحدة ست بتروح تزور أمي، وبيقول كمان إن مفيش حد غيرك بيروح هناك، يبقى عيشة دي كانت جاية لك أنت. أنا معرفش أي حد اسمه عيشة ولا إنسية ولا جنية ولا التخاليف اللي أنت بتقولها دي. وبعدين شحاتة الكلب ده إزاي يفتح المدفن لأي حد؟ أنا هتصرف معاه. خلاص الحكاية بقت شحاتة؟ أمال بقت إيه؟ قلبت حتى وابقى وسطها ودخلت فيها دجالين ونصابين ومجازيب وحكايات ملهاش اول من الاخر، ودلوقتي رحت تزور قبر امك عشان تجيب لنا حكايه جديده. ومش هبطل حكايات على فكره، مش هبطل لحد ما اعرف بقى اللي بيحصل لي ده بيحصل لي ليه وازاي. معتز، وانت رحت تزور قبر ماما؟ يا شومان. طب ايه حكايه عايشه كنديشه دي؟ سالي ابوكي. شفتي اخر جنينه اخوكي؟ بيقولي ست الجنينه اسمها عيشه دي كانت جايه لنا. انت بتبصي لي كده ليه؟ انت مصدقه المجنون ده؟ بألف ولام ثم ميم ورائها تجلت بنور الفتح المبين، بكاف ونون ثم صاد ومن طوى من السر العظيم، بطاه وطاسين وياسين كلنا وطاسين مين افتح قلبه لشرع رب العالمين، افتح قلبه لشرع رب العالمين. الله. خلاص يا سيدة صفية، ابنك بقى زي الفل، خد ابنك وخلي بالك منه. قوم يا ابني. أنا هكتب لكم ورقتين، ورقة ليكي وورقة لأسامة. أدي ورقتي. وادي ورقه اسامه. شكرا شكرا يا سيد الشيخ، شكرا. الورقتين دول تحط كل ورقه في حته جلد وتخيطي عليها وتشمعي الخيط. ورقتك يا صفيه ما تفرقش جسمك الا ساعه النوم. وانت يا اسامه ورقتك في جيبك ما تطلعش منه ابدا. وربنا يهديكم بعض يا رب. قول امين يا صندل. لا 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 لا، صندل دي ما تجيش على لسانك ابدا، هو اسمه اسامه. سمع الشيخ بيقول ايه؟ سمع 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 يا حبيبي، سمع يا اسامه. حاضر. وانت يا اسامه اوعى تضايق قمر الحلوه دي ولا تعاكسها، دي بنت مبروكه، المنطقه دي كلها عايشه ببركتها، ويا ويل اللي يعاكسها ولا يأذيها، يا ويله من اللي هيشوفه. الله يكون في عونه. طب هاتي الورقة بقى.
استنى بس لما اشوف الجلد واخيطهم. جلد ايه؟ هاتي الورق. قلت لك استنى. عمر، ايه العروسه الحلوه اللي معاكي دي؟ تعالي تعالي علشان ابخرها لك. خد يا حبيبي. في سؤال في خاطرك يا سندس، عاوزة تسأليه؟ أمر. الله يكون في عونها، دي شايلة من الأسرار ما بين السماء والأرض. معتز مات، واللي قصادك ده شبح بذرته مسخ وعينيه سرداب في آخره خنزب وأعور والهان وميطرون وشاي الصبان. يعني ما اتجوزوش؟ عيني العقل، يبقى خاطرك انجبر. طب ولو اتجوزته؟ هتتجوزيه على ضرة من بنات الجن، هتكسر نفسك. هتتجوزي شمس يا جيرمين؟ مين اللي قالك جيهان؟ أنا دلوقتي اللي بسألك، مش مهم بقى مين اللي قالي. هو حضرتك جاية مخصوص عشان عرفتي ان انا هتجوز شمس؟ امال يعني لما طلقت من صابر ما فكرتيش تيجي ليه؟ حياتك مع صابر كانت غلط من الاصل، الطلاق كان هيحصل هيحصل، خصوصا بعد الفيلم اللي انت عاملاه عن الطفل اللي بتقولي عليه ابنك. هو انت جايه ليه بالظبط؟ عشان شمس ولا عشان خاطر ياسين ولا ايه بالظبط؟ يعني انا مش فاهمه. كل حاجه جايه عشان كل حاجه، لكن المصيبه اللي انت عايزه تجيبيها لنا دي هتبقى غلط على الكل. وصل بيك الحال يا جيرمين تتجوزي دجال بتاع عفاريت؟ بصي بقى، انا هقولك الصراحه، يعني انا كنت بفكر ارجع في رايي، يعني اقول خلاص مش هتجوزه، بس انت اول ما جيتي كده فجاه حسيت ان انا بحبه وعاوزه اتجوزه. يعني الحكايه كلها انا يا جيرمين؟ بصراحه مش عارفه. على العموم انسي الموضوع ده، انت نورتي مصر. ناويه تقعدي معايا قد ايه؟ على طول على طول يا جيرمين، حتى لو سبتي البيت هفضل وراكي. أنا مش هسمح لك تدمري نفسك، ومش هسمح لك تضيعي مني تاني أبداً. شيماء! أيوة مدام. تخلي الشنط دي في أوضتي. حاضر. الفرحة مسدودة، أيام الهنا معدودة،
هتلاقي حظك فين يا بنت زكريا؟ فرشة الحزن ممدودة. روح فين واجي منين؟ روح فين واجي منين؟ بناح وما اتجوزتوش يبقى راحت دنيتي. لو اتجوزتيه يبقى سكة الدراء. فينك يا ابو؟ فينك يا ماما؟ فينك يا تلفزتني يا بابا؟ فينك يا زكريا؟ الحمد لله على السلامة يا مغرب. الله يسلمك يا معتز بيه، جيبي لك في رقبتي مش هنساه. ما تقولش كده يا واد، احنا اخوات. ده انا حتى قصرت معاك، ما كنتش عارف اجي لك كتير. ولا يشغلك. يا روماني. باشا. ايه السنه دي؟ اوعى يكون فيها برشامي. اهو. برشامي ايه بقى يا باشا؟ ما خلاص، والله كانت ايام عنب. يلا يا بايظ. لا البرشام ده هيفضل عندي انا معتز بيه، مغربي خلاص مش هينافسني بعد كده. الحمد لله. مغربي ربنا تابع عليه وهيفتح كهربائي. لا مغربي. الكلام ده بجد ولا ايه كلام؟ ده حقيقه. مغربي الكهربائي زي ما بتاعتي بتقول والدبلون اللي انا واخده بيقول. ربنا يهدي يا رب. يا رب. ايه صفيتي؟ ازيك يا استاذ معتز؟ السلام عليكم. جرايه يا بت يا سندس، مش هتسلمي على الاستاذ معتز؟ ازيك يا معتز؟ يا سلام. طب بلاش تسلمي عليا انا، سلمي على مغربي. لا ما احنا عدينا عليه وطمنا عليه بعد ما طلع من المستشفى. يلا يا صفيه باشا احنا متاخرين. طب مستعجلين على انت وهي؟ رايحين نجيب طلبات الاسياد. انتوا برضو هتعملوا الزفت الزار ده؟ بس يا قمر رايحين دلوقتي، شفتي عملوها؟ يا ابو الحسن مدد مدد، بحر وحجر، شمس وقمر، شمس وقمر، عدلك مدد، حقك مدد، مدد مدد يا ابو الحسن، عدلك مدد، حقك مدد، مدد مدد. طب مين يا ابن الكلب؟ انت مين اللي بعتك ورايا انت؟ شمس وقمر. انت عامل ازاي يا مجنون؟ اه يا مدد يا عامل ازاي مدد؟ مدد عطي دوت خلاص خلاص هجيبهولك انا خلاص. هو مغربي انا نرجع للمسكنه كاننا مغربي. بس يا تلم مسكنك هو بوحك خلاص بقى خلاص. وسع يا مغربي. مدد مدد يا ابو الحسن، عدلك مدد، حقك مدد، مدد مدد يا ابو الحسن. يا ريكوشا يا ريكوشا دعني نلعب